much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. I could lay down beside you, I would. Much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and see you soon. I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. ويا مال غزالات، من بعد ما وجدت الطويبلة ديالي، دابا غنمر أنا وياكم نوجدوا العشيوة لهذه المناسبة اللي خاصة اليوم. وتابعوا معي الفيديو إن شاء الله باش نوجدوا الشهيوات ديالنا ونقول لكم شنو المناسبة البنات وعلاش اليوم درت هذه العشيوة الخاصة. هنا البنات غادي ندير غولي ديال الدجاج. هنا عندي واحد تقريبا نصف كيلو ديال صدر الدجاج اللي مقطع مكعبات، ضفت عليه واحد البصلة وحدة اللي مشلضها هكاك، وضفت عليه جوج معالق ديال زيت الزيتون. عندي هنا جوج معالق ديال لاشابلوغ اولا الخبز المحمص، وملعقة ديال الموطارد. وهنا البنات بالنسبة لزيبيس، عندي البزار، عندي الكركم، عندي الزنجبيل، عندي الفلفل الاحمر، وعندي هنا البنات الزعتر والازير، وملعقة من القزبر ومعدنوس. كل حاجة البنات من العطرية راني عندي منها ملعقة. بالنسبة للبنات للزعتر والازير غنشارك معكم هنا منين كناخدهم. انا كناخدهم من اللي دار البنات، راه وريتكم البواطة، تمن ديالهم رخيص البنات، كيديروا تقريبا واحد 50 سنتيم، والكاليتي ديالهم زوينة. انا الصراحة وليت كناخدهم غير من اللي دار، يعني كنجيب معايا من المغرب، فاش كيسالي ليا كناخدهم صراحة زوينين. وغادي نضيف واحد البيضة واحدة، وغادي نحرك البنات هاد الشي كامل، ومن بعد غادي نديرو يتطحن. هنا البنات انا عندي هاد مسيو كويزين، يعني غادي نديرو على دقيقة، وغادي ندير السرعة على 10. بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش هذا، تقدو تطحنو يعني في الطحنة ديال الكفتة، كما تقدو يعني تاخدو الكفتة ديال الدجاج اللي تكون موجودة، وانتوما طحنوا يعني البصله اولا تحكوها. صافي، انا البنات الصراحه هاد مسيو كويزين الله يعمرها دار كينفع وعاونني بزاف. وكما قلت لكم انا ما شريتوش، انا جاني الصراحه هي كادو من عند الصديقات ديالي الله يخلف عليهم، صراحه كادو زويون. هنا البنات خديت الورق ديال الزبده، وغادي ندهنوا بشويه ديال زيت الزيتون. تقدوا تستعملوا انتوما الزيت العادي، المهم انا الصراحه فضلت ندير زيت الزيتون. الدورة البنات ديال الزيت هنا انه كيسهل علينا اننا نسرحو هذيك لاباط اللي ولات عندنا. كما شفتوا يعني البنات في هذاك الميكسور ديالي، انا درت له دقيقه على 10، راه شفتوا كلشي تطحن، يعني صدر ديال الدجاج، البصله، كلشي تطحن. دابا البنات هنا
غادي تنفسك يدي بشويه ديال الماء، وكنحاول انني نبسط هذيك لاباط ديالي على الطريقه اللي انا بغيت او للحجم اللي بغيت. الصراحه البنات هاد الغولو ديال البولي كيجي صراحه زوين، كيجي بنين، وفي نفس الوقت يعني اقتصادي. البنات يكون عندكم الضيوف او لا تكون عندكم هكا شي سهره خاصه تستعملوه، صراحه تيخرج كميه كثيره، وكما شفتوا معايا يعني غير نصف كيلو ديال صدر الدجاج. وتقدوا البنات اللي بغيتوا تزيدوا يعني تكثروا الكميه، تزيدوا يعني من الخبز المحمص، تزيدوا من الكميه ديال البصله. المهم الصراحه انا ما كثرش لان حنا غير 4 ديال الاشخاص، ولكن نتوما تقدوا، كاين اللي يقدر مثلا تاخذوا حتى الرز مسلوق وتطحنوه وديروه معاه، يعني تقدوا تكثروا ديك الكميه. هنا البنات من سرحتو بالحجم اللي بغيت، عندي انا هنا الفخوماج يعني العادي، فخوماج فخي كما تقدو ديرو حنا بحال في المغرب كنقولو جبلي، اولا الفخوماج المثلث العادي عندها نبي هاد الحشوه ديالي. بالنسبه للبنات الحشوه اللي انا اختاريت، انا غنديرو بالفروماج وبالبيض، نتوما تقدو تحشيو بالشكل اللي بغيتو، لا عندكم المرتديلا، لا عندكم الفلفل مشويه، لا عندكم مطيشه مقليه، المهم اللي نتوما متوفر عندكم الدنجال، المهم الصراحه اللي نتوما متوفر عندكم. انا قلت لكم هادشي اللي متوفر عندي، سلقت البيض وكان عندي الفرماج لحقاش كناكلوه مع الخبز، درت بداكشي اللي عندي البنات. جبت يعني رشقت ليا انني نوجد لهاد السهره، وجبت ميكه ديال الدجاج اللي عندي، المهم اللي كان عندي في الدار درت بها البنات. هنا البنات كنبقى نلوي، وكما شفتوا داك اللي دهنا الكاغيط ديال الزبده تاعنا بالزيت كيسهل علينا اننا مانيبيوليو الغولو ديالنا مزيان. كما شفتوا البنات كنبقى على هذا الشكل كنلويه حتى كنحصل على الحجم اللي بغيت، وكنحاول انني نفاصونيه. صافي البنات هانتوما كما شفتوا معايا ساهل ماهل، ما كيحتاج لتحضيرات، ما كيحتاج حتى شي حاجه. صراحه البنات من اسهل الحاجات اللي تقدروا توجدوا، كيتوجد في الساعه يعني كياخد منكم 10 دقائق، وفي نفس الوقت يعني كيطيب في الفرن، يعني ما كيحتاج منكم لا تقابلوا لا تحالة. دابا البنات غادي نعاود نضوب ليه الورق ديال الزبده كما شفتوا معايا باش ما يخرجش ليا من هذاك الاول، وهي ماشي ضروريه، ولكن هذه العمليه انا دائما كنديرها باش كنبقى متاكده وكنبقى هانيه. ومن بعد كنجيب بابي الومنيوم البنات وكنديرو شويه وافي، لحقاش هو اللي غادي نزير به الجناب باش غادي يحكموا ليا ويعطيه الحجم اللي انا بغيت. كما كتشوفوا معايا البنات انا راه ما سرعتش لكم الفيديو باش يجيكم واضح كما كنديروا، كنجمعوا مزيان وكنحاول انني نجمع الجوانب كما وضحت لكم في الفيديو. وصافي البنات دابا غادي نخشيه في الطاوله اللي غادي تدخل في الفرن. انا فرشت لها ورق الزبده، نتوما تقدروا تستغناو عليه، ما كيفيد حتى حاجه. انا الصراحه درته البنات غير باش كنحمي لاطات الفرن. كنديروا البنات في الفرن 200 درجه الحراره من التحت والفوق، وكنخليه واحد 45 حتى 50 دقيقه، ما ديروش اكثر البنات لان لاطاب ليكم بزاف كيجي ناشف وما كيجيش زوين. هنا البنات مادام هو بدا كيطيب، انا غادي ندير واحد الروز اللي كيجي زوين، واحد الروز اللي كيجي بالاعشاب المنشبه، اسمحوا لي بالاعشاب المنسمه، وكيجي بالكيتشوب، كيجي زوين مختلف. هنا البنات كما شفتوا عندي بصيله درت عليها شويه ديال الزيت، وهنا خديت زلافه ديال الروز. نتوما تستعملوا الروز اللي عجبكم، الرز اللي شحال ما بغيتوا يعني الكميه. انا الصراحه درت زلافه كثرت لان وليداتي كيبغيو هذا الرز، فاش كنديرو كيعجبهم. وهنا البنات كنبقى نحمص الرز ديالي في المقيله مزيان حتى كيشرب داك الزيت اللي في البصله، وبهادي باش كيجينا البنات مفرز وكيجينا زوين. هانتوما غتشوفوا معايا فاش غادي يطيب. هنا البنات من حمرته مزيان كنضيف عليه العطريه، عندي تقريبا نفس العطريه اللي درت في الدجاج، عندي سكنجبير، عندي الكركم، عندي التحميره اولا البابريكا، وعندي شويه ديال الثوم مجفف، وعندي الزعتر والازير.
الصراحة البنات بهذه الطريقة كيجي واحد الروز بنين وغير جربوه وغادي تبقاو دائما تفكروني عليه، كيجي صراحة بحال شكل بايلة بدون فواكه البحر. وهنا البنات كما شفتوا كنبقى نحمص مزيان داك الروز ديالي في العطرية وفي الزويتة. البنات هنا من تحمصنا الرز ديالنا كنجيبوا واحد زلافه ديال الماء اللي كندير فيها ملعقه ديال طوماط كونسونطري اولا كما كنقولوا الماطيشه المعلبه، معلقه واحده صغيره في زلافه ديال الماء، يعني زلافه اللي عبرنا فيها الرز. صافي البنات وكنحرك مزيان. هنا البنات بالنسبه للرز ديالي انا غادي ندير جوج سلايف ديال الماء. صافي وغادي نسد عليه ونخليه. في الاول غندير زلافه، غنخليها حتى تغلى شويه، حد غنزيد الزلافه الثانيه وغادي نضيف كما قلت لكم ملعقه ديال الكيتشوب. الصراحه البنات اللي مبغيتوش ديروا الكيتشوب ما ديروش، ولكن كيعطي واحد البنه كما شفتوا الكيتشوب كيكون شويه حلو ومع هذيك العطريه يعني كيهرس داك الروز ديالنا، كيجي فيه واحد المذاق كما قلت لكم بنين. البنات غير جربوهم وغتفكروني عليه، وكيجي الصراحه حبه ما لصقش مع الكعبه الطريقه اللي كنشحروه في الزويته. صافي البنات غنغطي على الرز ديالي وغنخليه حتى يطيب كما شفتوا معايا، من كيطيب كيجي بهذا الشكل البنات. ها نتوما كيجي مفرز وكيجي صراحة بنين، صراحة صدقوني غير جربوه. وهنا البنات الغولي ديالنا من بعد ما دازت 45 دقيقة جبدتو كيجي على هذا الشكل. كناخد واحد صفر ديال البيضة كنضيف عليه ملعقة ديال التحميرة وملعقة ديال الموطات، كنطربهم مزيان وكندهنو وكنعاود نرجعو للفرن واحد 5 دقائق حتى يتحمر ليا ونقدموه على هذا الشكل بشوية ديال الخضر. بالنسبه للبنات هذا الغولو الصراحه صدقوني كيجي زوين، غير جربوه كيحمر الوجه و كيجي هكا كثير كما غتشوفوا. المهم انا قطعته الصراحه كبير، ولكن نتوما تقطعوه مرصوات صغير، انا قطعته كبير جاني الصراحه سخونه البنات ما قدرتش نجلس يعني نقطع بشويه بشويه. المهم البنات كما قلت لكم كان هذا هو العشيوه ديالنا. شنو هي المناسبه البنات؟ المناسبه ديال هذا العشيوه وهذا النهير انني بغيت نفرح بوليداتي وبغيت نفرح براسي. اليوم البنات كان الصراحه اليوم الجمعه، الوليدات صافي شدوا العطله يعني من بعد واحد التعب ديال شهر ونص ديال القرايه. ولدي ريان تبارك الله راه دابا عنده الكتر يماني، وشاهيناز يعني اول عام ليها في الكوليس صراحه هي وبزاف مساكن كيرجعوا كل نهار عيان، وقلت انا مادام اخر نهار علاش ما نفرحش بيهم ونوجد لهم البنات عشيوه اللي تكون زوينه ونكسروا الروتين. وعلاش اللي يدخلوا من المدرسه ويدخل الزوج تاعو من العمل يلقاو بلايصه زوينه ميكله زوينه، يلقاو ماماهم حتى هي لابسه. ماشي ضروري البنات اننا دائما يعني نجبدوا المعنى الزوينه اللي تيجيو الضياف، نطيبوا الحاجه الزوينه تيجيو الضياف. احنا اولى بها ووليداتنا اولى بدوك المعنات واولى بينا احنا اننا نفرحوهم، وكان البنات هذا هو العشاء ديالنا. صراحة فرحوا بزاف وعجبهم الحال، كل شيء جا زوين، وكنتمنى حتى نتوما البنات تخلقوا راسكم بحال هكا شي فرص ديال السعاده مع وليداتكم. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكرة والشهيوات خليوا لي في التعليق وقولوا لي البنات واش نتوما كتحاولوا أنكم تخلقوا هكا فرص مع وليداتكم أو لا. مهم البنات كانت هذه هي العشيوة ديالنا، وهنا غنشارك معكم لاطارت لحقاش كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات غنشاركها معكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. جات الصراحة البنات بنينة بهذيك الكراميل، وتا هذيك ديال الفرومبواز هي الصراحه جات بنينه، انا ما قدرتش ناكلها غير دقت وصافي. وكنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المقبل باذن الله. باي باي عليكم.